من قلب التحدي ولد الأمل. ورغم الأزمات أمكن لمصر اجتياز العقبات وصولاً لفجر جديد يعيد لها مكانتها كقوة إقليمية ودولية تستحقها. واقع جديد يفيض بدلائل القدرة، وجمهورية أخرى تلوح في الأفق، دولة محورية ما كانت لتفرض تأثيرها دون دبلوماسية قوية. مضى على بزوغ نجمها قرن من الزمان، ميراث دبلوماسي خالد توج بحقبة زمنية لقيادة سياسية أبت إلا أن تواصل مصر دورها الريادي وإشعاعها الحضاري وسط عالم يموج بالتحولات. مضت مصر في ثبات ورباط، فأمكنها أن تقهر التحديات الإقليمية وأن تعبر الأزمات الدولية بموجب رؤية استراتيجية لسياسة خارجية تليق بوزن مصر بين الأمم. أما الانطلاقة الأولى فحملتها رياح التغيير في 30 من يونيو 2013، أفضى ذلك المشهد لتلبية الاستحقاقات الشعبية، ومن بينها اختيار قيادة سياسية قادرة على تحمل المسؤولية التاريخية خلال مرحلة مفصلية أمكن خلالها إعادة بناء دولة مصرية فوق دعائم قوية، وسياسة خارجية قادرة على التعاطي مع مجمل التحديات الإقليمية والدولية بالندية والشراكة والمصالح المتبادلة. أمكن لمصر تنويع علاقاتها الخارجية مع مراكز الثقل ممثلة في القوى الكبرى والقوى البازغة. بلغت زيارات الرئيس خلال 7 أعوام من حكمه نحو 125 زيارة خارجية لنحو 48 دولة في قارات العالم المختلفة. أفضى ذلك الحضور المكثف خلال فترة وجيزة لحصول مصر على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي خلال دورته بين عامي 2016 و2017، ثم توالت النجاحات. بترأس مصر لجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن، والجمع بين عضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي ورئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ. اختيرت مصر لرئاسة الاتحاد الإفريقي أوائل عام 2019، وتوثقت روابطها الخارجية الدولية على نحو ملحوظ، ما ساهم في دعم المجتمع الدولي لمشروعها الوطني على الأصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية. عندما يكون هناك قيادة سياسية واعية ترسم الخرائط وترسم المبادرات وتقدم الحلول والاستحقاقات للتعاطي مع المشهد الدولي، أعتقد ستكون هناك دبلوماسية عبر وزارة الخارجية والدول الدبلوماسية نشطة وفعالة تسير بسرعة إلى حد ما مع متوازية أو متقاربة من سرعة متعددة الجوانب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع أن يجول في كثير من عواصم العالم يطرح رؤى مصر وأفكار ومبادرات مصر من أجل المجتمع الدولي ومن أجل استحقاقات التفاهم والتسامح والتعايش ونشر قيم السلام والتسامح بين أركان وربوع كثير من محطات دول العالم من خلال إطلالات شاهدناها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن وفي القارة الأوروبية وفي أمريكا اللاتينية وفي الولايات المتحدة الأمريكية وفي روسيا الاتحادية وغيرها من كل أصقاع دول العالم. توالت زيارات القيادة السياسية المصرية لمراكز الثقل الدولية، فأعاد من خلالها صوغ علاقات خارجية أمكنها خدمة أهداف الأمن المصري والعربي. هكذا نجحت مصر في تنشيط حضورها المؤثر في الدائرة الآسيوية، لا سيما مع الصين والهند وروسيا واليابان. العلاقات الاقتصادية الصينية المصرية تمثل مدخل مهم لبناء علاقات قوية بين مصر وبين القوى الصاعدة
بشكل عام، وجزء أيضا من تأمين تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر. بالإضافة إلى ذلك فإن هناك روابط أخرى بين الصين ومصر، أهمها الحزام والطريق، وهذه تعتبر أحد المبادرات العالمية المهمة التي تمثل إطار للتعاون المصري الصيني. شهدت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نقلة نوعية منذ زيارة القيادة السياسية المصرية لواشنطن عام 2017، بخلاف زيارة رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوفود الوزارية والدبلوماسية. وأفضى هذا التعاون إلى استئناف الحوار الاستراتيجي بين البلدين في نوفمبر من عام 2021. زيد على اهتمام مصر المتنامي بتوطيد العلاقات بالدائرة الأوروبية إنشاء دائرة شرق المتوسط مع قبرص واليونان كشريكين اقتصاديين وكمعبرين أساسيين للقارة الأوروبية. عربياً، شهدت العلاقات المصرية الخليجية تطوراً مضطرداً أدى لتوحيد الرؤى والأهداف والاصطفاف لبناء نظام عربي قادر على مجابهة التداعيات والتحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوحيد المواقف السياسية والأمنية، مع بناء استراتيجية عربية لمواجهة الإرهاب، والحفاظ على أمن الخليج العربي كأحد أهم أهداف الحفاظ على أمن مصر القومي والعربي. لم تدخر مصر جهداً في الإسهام الدبلوماسي لحل الأزمة السورية وتسوية النزاعات على الأرض الليبية. من أجل ذلك وضعت القيادة المصرية خطها الأحمر حماية لمقدرات الشعبين المصري والليبي. نحن الدولة الأولى يمكن في الإقليم وفي المجتمع الدولي، وراقبنا بعد اشتباكات عام 2014 ومنذ عام 2011 حجم ما حدث في ليبيا من دمار وتدمير وغياب وتراجع في المشهد الليبي، وأيضا سعي نحو إحداث تخريب متعمد داخل الأراضي والساحات الليبية. وأعتقد أننا في السنوات الماضية كنا الرقم الصعب في معادلة ضبط إيقاع الأوضاع داخل ليبيا من خلال مبادرات وطروحات، وأيضا من خلال أفكار جاذبة لإمكانية لجم كثير من الطموحات لدى بعض المنفلتين في ليبيا. مصر عملت 19 اتفاقية مع الأشقاء الليبيين علشان تعيد إصلاح قطاع الكهرباء، قطاع الصحة، قطاع الطرق من جديد بنفس الاستراتيجية. وتجلى الإسهام المصري في استضافة الاجتماعات بين الأطراف الليبية، ومن بينها استضافة مدينة الغردقة لاجتماع الأطراف الليبية في إطار اللجنة الدستورية. في حد أدنى بنحاول نحافظ عليه بالنسبة للملف الليبي، إن الأمور ما تتطورش وتتصعد. يعني إن ما كناش نقدر نحل المسألة من خلال المسار الدستوري والبحثات 5+5 وتشجيع الأشقاء في ليبيا على إن هم يعني يتفهموا ان مصلحه ليبيا اكبر كتير من اي مصلحه تانية، يبقى على الاقل ما يحصلش تصعيد والامور تنزلق لمواجهه مسلحه ونرجع للاوضاع اللي كانت موجوده في 2019 و20. وامتد العطاء المصري بدعم الشرعيه اليمنيه عبر المشاركه في التحالف العربي من خلال عمليتي عاصفه الحزم واعاده الامل. امتدت جسور الإخاء مع الأشقاء العرب في السودان كعمق استراتيجي للأمن المصري، حيث قدمت مصر العون لإعادة بناء مؤسسات الدولة وشاركت في. ستجد أن مصر مدت جسور التنمية إلى دول مجاورة مثل ليبيا، مثل العراق، مثل السودان، مثل الأردن. وأعتقد أن الدول العربية بحاجة ماسة إلى هذا التعاون البناء من خلال التنمية، وبالتالي مصر استطاعت أن ترسخ التنمية جسرا للسلام، جسرا للتعاون. وكذا لم تتوانى عن تقديم أوجه الدعم لمساعدة العراق في اجتياز أزماته السياسية كركيزة أساسية لإعادة إعماره. نجحت مصر، وأعتقد من ذلك الوقت في عام 2019 حتى الآن وجدنا دول الخليج ودول المجتمع الدولي والدول العربية قاطبة تسعى لمد يد العون لإنقاذ العراق وتوفير حظوظ وأيضا مقتضيات التعاون العون لعودة العراق آمنا سليما إلى الجامعة العربية من ناحية وإلى الحضانة العربية بقوة. وأعتقد أن هذا التجمع الثلاثي لعب دورا كبيرا في توفير شراكات استراتيجية في مسارات التنمية والتعاون الاقتصادي والتنموي.
الشركات المصريه بتشتغل في العراق الشقيق، بتطور البنيه التحتيه بالكامل، بتبني عدد كبير جدا من المستشفيات، من المدارس، بالخبره اللي اكتسبتها في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري اللي بنت فيه مصر كلها من جديد تقريبا يعني. وتبقى القضيه الفلسطينيه على سلم اولويات القياده المصريه التي سعت ولم تزل لإحياء مسار عملية السلام وبناء الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. نجحت مصر خلال الأعوام الثمان الماضية في التوصل لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل عدة مرات. أعتقد المجتمع الدولي لديه قناعة ولمس اليقين أنه مفتاح الحل الأساسي والرئيسي للقضية الفلسطينية وحتى لأي نزاعات مسلحة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في السنوات الثمانية الماضية، كانت الوجهة والباب الوحيد المفتاح هو لدى القاهرة باعتبارها أنها تملك زمام المبادرة وزمام الحلول السلمية التي استطاعت أن تنزع كثير من فتيل التوتر في أكثر من معركة أو أكثر من مواجهة للأسف الشديد في السنوات الماضية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. الرئيس أعلن عن 500 مليون دولار لتطوير قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الغزوية الأخيرة يعني. انطلقت مصر في إعادة الإعمار، حضرتك شفت في يعني كان في قريب خالص إعلان عن اللي مصر عملته. مصر بتعمل تربط ما بين القطاع من أوله لآخره، بتعيد البنى اللي تهدمت من جديد تاني، وده لا لشيء لمجرد إلا إن لمجرد مصر يعني تشارك نواتج التنمية بتاعتها مع الآخرين. كما استضافت القاهرة جولات الحوار بين الفصائل الفلسطينية، وجاءت المبادرة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة بقيمة 500 مليون دولار لتؤكد موقع القضية الفلسطينية في الوجدان الشعبي المصري. إفريقياً، عززت مصر وجودها داخل القارة السمراء بالزيارات الرئاسية وبناء التحالفات والشراكات الاقتصادية مع العديد من الدول الإفريقية، وتعد مصر أكبر الدول تمثيلاً من حيث القوات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام داخل القارة الإفريقية. تعددت الإسهامات المصرية لتقوية أواصر العلاقات مع الأشقاء الأفارقة، وتجلى ذلك من خلال ترأس القيادة المصرية للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الخاصة بتغير المناخ. من هذا المنطلق يمكن مصر يعني خلال يعني الشهور القليلة المقبلة، تحديدا في شهر نوفمبر المقبل، سوف تستضيف مؤتمر كوب 27، هو مؤتمر للدول الأطراف الموقعة على اتفاقية تغير المناخ التابعة للأمم المتحدة. مثل هذا المحفل الدولي الهام سوف يتيح فرصة يعني تبادل الآراء وتشارك الخبرات بين مختلف يعني الفاعلين المعنيين بهذا الأمر. إن مصر واحدة من أكثر الدول في العالم المتأثرة بقضايا المناخ. حضرتك إحنا عندنا يعني المناخ ينعكس علينا بتصحر، بارتفاع منسوب المياه في البحر المتوسط هيضغط على عدد كبير من مدن الدلتا، كمان ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى ارتفاع يعني كميات البحر من نهر النيل، وده بيزود أكتر الشح المائي اللي مصر موجودة فيه. مصر شايفة قضايا المناخ مش من منظور الدولة الوطنية، لا من منظور الدولة من منظور القومي أولاً، وبعدين من المنظور الإفريقي ثانياً. شارك الرئيس السيسي عام 2019 في القمة الألمانية الإفريقية ببرلين، كما قدم دفعة قوية بتعزيز التعاون الاقتصادي بين أقطاب مجموعة العشرين والدول الإفريقية، فضلاً عن الحضور المصري البارز في القمة الإفريقية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل. إلى ذلك استضافت مصر القمة التنسيقية الأولى والتي جمعت التجمعات الاقتصادية الإقليمية والاتحاد الإفريقي، فضلاً عن استضافتها لمنتدى إفريقيا وملتقى الشباب الإفريقي، أمثلة لإسهامات توجت بمبادرة القيادة المصرية للحفاظ على صحة إفريقيا إبان جائحة كوفيد-19، حيث قدمت مصر للدول الإفريقية 30 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا. يأتي ذلك ضمن التزام مصري بوضع القارة الإفريقية على قمة سلم الأولويات منذ تولي القيادة المصرية رئاسة الاتحاد الإفريقي.
مصر استعادت بشكل كبير جدا دورها المحوري في القارة الإفريقية، استطاعت أن تكون صوت إفريقيا القوي في المحافل الدولية، استطاعت أن تعبر عن أولويات الاهتمام الإفريقية. يعني قلما يوجد خطاب لسيادة الرئيس لا يذكر في إفريقيا، لا يتحدث فيه عن شواغل المواطن الإفريقي، لا يتحدث عن اهتمامات الإنسان الإفريقي خاصة في المحافل الدولية. وأعتقد قمة المناخ ستكون صوت إفريقيا في العالم. إنه مصر سعت لتعزيز حجم التجارة مع مجمل الدول الإفريقية، يمكن بنلاحظ في السنوات يعني الثمانية منذ وصول السيد الرئيس إنه حجم التجارة المصرية مع القارة الإفريقية تراوح بين 5 إلى 7 مليارات دولار. هكذا تبنت مصر آليات العمل الجماعي الإفريقي بموجب أجندة 2063، وبمقتضى الدور الذي تلعبه الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية الإفريقية. مصر كمان عندها هدف استراتيجي مهم جدا، إن هي تعمل مراكز لوجستية في القارة. المراكز اللوجستية دي هدفها إن هي تسهل التجارة ما بين الدول الإفريقية. كمان مصر واحد من أهم الدواعم لاتفاقية التجارة الإفريقية المشتركة، مصر المحرك الأساسي ليها، والاتفاقية ما شافتش النور فعليا إلا في عهد رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي. عندنا دلوقتي 51 دولة موقعين على الاتفاقية، وفي انتظار بقية الدول توقع عليها. وكذا من خلال مهام مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، والذي اتخذ من القاهرة مقراً له. تحالفات سياسية وشراكات اقتصادية وحضور إقليمي ودولي محوري يليق بدولة مصرية قوية تستحق أن تتقدم الصفوف كي تتبوأ مكانتها البارزة بين الأمم. مصر يمكن الدولة الوحيدة التي ربما ستجدها تتمتع بعلاقات قوية مع الولايات المتحدة، مع روسيا، مع الصين، مع أوروبا، مع كل دول العالم الكبرى والمؤثرة، وبالتالي استطاعت أن تحافظ على نهج توافقي مع كل هذه القوى دون أن تثير حساسيات أو تحفظ هذه القوى.